لو عاوزة أتعرف على حد أكتر من أني أعرف اسمه، ممكن أسأله عن تاريخ الميلاد، أو لو أنت في مصلحة حكومية وتسألت عن تاريخ ميلادك هتتسأل إزاي؟ So when you meet somebody and you get to know them better, you can ask them about their birth date. Or when you go to a government office, you might be asked about your birth date or date of birth. So how do they ask these questions? One question is, when, where you born? Question is, when were you born? إمتى أنت اتولدت؟ When were you born? لما حد يسألك كده هتجاوب بالتاريخ، ها؟ هتقول بالتاريخ، يعني تواريخ. I was born، وتقول التواريخ. ساعات هيقولوا How old are you? لو رسمي شوية هيقول لك What's or what is your birth date? لما حد يسألك How old are you؟ هتجاوب بعدد السنين، فبتجاوب بس بعدد السنين، فتقول مثلا 28 years. I'm 28 years old. لكن لو حد سألك What's your birth date؟ لازم بالظبط تجاوب، بالذات في مصلحة حكومية أو مع رجل شرطة، لازم تجاوب باليوم وشهر والسنة. معلومة مهمة عن هنا، فهنا تاريخ كامل، ها؟ فبتقول day, month, year، وأحيانا حاجة تانية month, day, year. مهم أوي المعلومة دي. لو أنت في المملكة المتحدة أو أوروبا، if you are in Europe or the UK, you will mention your birth date first the day and then the month and then the year. يعني مثلا لما أقول 9/2/80 9/2/80 then I mean 9th of the 2nd February 80. مش كده؟ يبقى لو قلت 9/2/80 في أوروبا أو في المملكة المتحدة، يبقى بقصد يوم 9 من شهر 2 فبراير سنة 80. لكن في الولايات المتحدة هيقول لك تذكر التاريخ بالشهر and then اليوم وبعدين السنة. يعني لما تقول لو انت عيد ميلادك 9 فبراير، هيبقى في أمريكا تقول عيد ميلادي 2/9/80 ده السنة بقى. خد بالك من الحكاية دي علشان تعمل لخبطة كتير، فتأكد دايما لو انت بتملى استمارات رسمية بيبقوا كاتبين month, day, year عايزينها ازاي، او day, month, year عشان تكتبها صح. مهم قوي طبعا لانها تعمل لك كارثة يعني. اوكي، ساعات لما حد بيسألك how old are you، السؤال ده ساعات بيقولوه بطريقة ساخرة، يعني لما تعمل حاجة عبيطة وهبلة حد يقول لك how old are you، انت عندك كم سنة، انت بتستعيل ولا ايه، ها؟ فساعات بيبقى السؤال ده sarcastic، ها؟ والسؤال في الحالة دي مش عاوز إجابة، مش يعني أنت بتستعبط في واحد يقولك how old are you تقول له 28 مثلا، لا أنت كده بتبقى غلس بقى فعلا، فيعني تضحك معاه كده. طيب ساعات لما تبقى مثلا معجب بواحدة ولا بتاع، والست دي مثلا عندها شكلها كبيرة في السن،
وعاوز انت يعني تعكسها شوية، فانت هتقول لها how young are you. فيعني ساعات بنستعملها بطريقة يعني in a charming way أو يعني flirting way. تقول واحدة سيدة أو يعني أو ست رياضية مثلا عندها 80 سنة وشكلها رياضي جدا وانت عاوز تعرف كم عمرها، تقول لها how young are you. اوكي. فلو حد قال لك how old are you انت بتجاوب بالسنين، لكن what's your date of birth لازم تقول بالظبط التاريخ كده. when were you born بين البنين هو احسن تقول بالكامل، بس هو يعني ممكن يكون طالب السنة بس احسن انك تقول بالكامل التاريخ كله يوم وشهر وسنة. اوكي. ساعات بقى بيسألوا كمان على مكان الولادة، وكمان بيسألوا السيدة على مكان ولادة أولادها. فبيسألوكي مثلا، خلينا نقول تاني لسه التاريخ بتاع أولادك، when did you give birth. when did you give birth يعني انت امتى ولدتي مش اتولدتي. give birth يعني انتي منحتي الولادة لحد، مش كده؟ لكن where when you were born or when were you born انتي اللي اتولدتي امتى. اوكي. so give birth when did you give birth ده بتتسأل السؤال ده بتسأله للسيدة، فقط للسيدة، وعاوزين نعرف منها امتى ولدت. اوكي. ممكن كمان يسألوكي where did you give birth انت ولدتي فين. ممكن برضو يسألوكي how did you give birth الدكتور بتاعك how did you give birth في الطفل الاولاني اللي انا ما كنتش ولدته لك. how يعني ولدتي ازاي، قيصرية ولا طبيعي، مش كده؟ طيب يبقى عندنا هنا to be born في الجرامر بقى section بتاعت الجرامر. to be born يعني الواحد يتولد، إنما to give birth يعني سيدة تولدها، سيدة تلد. okay. كمان ممكن نسأل إمتى أنت فين اتولدت، so نسأل حد where were you born أو نسأل what is your place of birth يعني what is your place of birth يعني ما هو المكان بتاع ولادتك اللي انت اتولدت فيه. ها اوكي. لو انا بسأل سيدة المكان اللي هي ولدت فيه حد طفل، ها؟ بنقول what's your place or what's the place of your giving birth اعطت الولادة لحد. اوكي. so where were you born انت اتولدت فين or what is your place of birth. طبعا ممكن تستعمل ده برضو علشان انت بتهرج يعني، فانت تقول لو انت عاوز تبقى sarcastic ساخر يعني where were you born in a barn يعني بتهزر، بس دي مش مؤدبة يعني انت اتولدت فين في زريبة يعني. فساعات بنستعملها للسخرية. في المصالح الحكومية لما يسألوك what is your place of birth مهم قوي ان انت مثلا لو في الولايات المتحدة ما بيبقوش عارفين اسماء المدن في الدول، او يعني ما تقولش مثلا only Egypt، لازم تكون قايل تحديدا فين. فلما حد يسألك في مصلحة حكومية
When somebody in a government office asks you, what is your place of birth? You have to say Cairo, Egypt, for example. So you have to mention the city and the country, okay? Say, for example, in Kuwait, for example, there is the name of the city, the capital, is the same as the name of the country. So you write Kuwait, Kuwait. طيب لو انت مثلا مهم جدا لو واحد مثلا مولود في زيورخ سويسرا يهمهم قوي قوي اوعى تنسى لو واحد مولود في زيورخ مثلا لازم تكتب انه سويسرلاند because there are several other Zurichs around the world so it's very important to mention the name of the country as well as the name of the city طيب الأسئلة الثانية اللي هيسألوها لك عن مكان ولادتك ممكن يسألوك مثلا عن اسم القارة okay. فلما يسألوك in which continent continent يعني قارة انت اتولدت in which country دولة in which city مدينة ولو هي مدينة صغيرة شوية بنقول عليها town مدينة صغيرة صغيرة ولو هي قرية بنقول عليها village من فضلكم ركزوا معايا في البرونانسيشن بتاع village ما فيش حاجة اسمها village اسمها village ج ج زي ما تكون بتقول د وبعدين ج village ها؟ زي برضو لما تقول Egypt اسمها Egypt د ج جبت مش Egypt ما فيش حاجة اسمها Egypt Egypt ها؟ د ج اوكي تعالوا نسمع الأغنية أشوفكم المرة الجاية تحياتي I am the legend Isis. I am the mother and the goddess. I was born in Egypt in the year 1000 BC, on a day like today. First daughter of Gi, god of the earth, and Nut, goddess of the sky, wife of Osiris, and mother of Horus. The sun is his right eye. Set killed my husband, and the Nile flooded my tears of sorrow. Osiris's death and rebirth is a resurrection in you tomorrow. Today is my birthday. My birthplace is the Milky Way. I was born on the first creation day. Each Egyptian carries my ray. I am born from the sun. I am eternal. I am maternal. I am Isis, the great mother, the goddess. And so you are. We have come too far to give up who we are. So remember, my children, that each and every one of you is a star.